ثمن معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ثمن إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب. وقال وزير العدل إن القانون الجديد يشكل تطويرا مهما على مستوى المنظومة الإصلاحية للأطفال، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعاية وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. وذكر أن القانون يتضمن استحداث تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وذلك من خلال إيجاد البيئة المساندة لرعاية الأطفال والمساهمة في تقويم سلوكهم وإعادة دمجهم الاجتماعي، وذلك من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة.